أيام رمضان راحت، الله يعيدها علينا إن شاء الله. رمضان على الأبواب ورمضان كريم إن شاء الله، السنة علينا وعليكم إن شاء الله. رمضان جاء أول، إحنا كنا صغاري أول ما يقولون رمضان، قبل رمضان يا يعني تشوفنا نستونس، تشوف يعني الأبو يشتغل ولا ما تشتغل ولا راضي، يقول يا أبي رمضان نستونس. يعني إحنا كنا صغاري أول شيء يعني يعطونا تنظيف حق البطن، يقولون نحن رمضان بالصمون، نحن لازم سوون نعم يعطونا الطراحة، يعطونا يعني حق السيرفس، يعني حق العلم، وإذا ما تشرب يقرونك بالقوة، يعطونك الله يرحمه الله يرحمه. طبعا وصى رمضان، أول رمضان صايمين إن شاء الله، الصوم نقعد على السفرة رمضان في أول يوم صيام. اللي يقدر الصغيرات يسوي روحهم صايمين، اللي ما يقدر يصوم يقول له صايم، فيصومون نص يوم يخلوني كل سنة شوية يزيدون، يعني يقول له لا أنت العام صمت نص، السنة لازم الصوم كامل، فيصوم اللي هو الحين الأكلات غير. أول رمضان هريس، ونفس اللي الحين هريس ترى موجود في رمضان، الحين الهريس ما زال الهريس، بس الطبق الرئيسي هو الثريد، ويجون العيال كله في الأشغال في المدارس، اللي مدارس يجون يرقدون يريحون ليل مقر، قبل المقر خلاص يقومون فيدشون المطبخ، يسوي اللي يسوي حلاوة، اللي يسوي جلي، اللي يسوي كراميل، واللي يسوي يعني كل واحد صايم يبغي بس يفطر، يبي ياكل الدنيا كلها، لكن ما يدري لانه هو الفطر ياكل اقل شيء خلاص يسد جوعه كامل. على هذا اليوم اللي صام، على الثقيل اليوم الثقيل هذه اقل شيء خلاص ادنات الدون خلاص، ويأذن المقر روح نصلي، ويجوني حق الحلوات واللي سووها العيال، يقول الحمد لله زين يعني.